احنا ان شاء الله هنغير الصرف. في عندنا مشكله هنا ان الغساله ديت بتجيب ميه من الغسيل تجيبها على حوض العصر، فاحنا هنفكنا الظهريه بتاعت الغساله. طبعا الغساله دي يا جماعه نص اوتوماتيك زي ما انتم شايفين كده، تمام. هنشوف بقى ايه المشكله فين. تمام، ايه المشكله يا جماعه؟ يا اما في حاجه واقعه من الايه، من الصرف، من تحت المروحه دي، يعني دبوس ابره، زرار، مشبك، دبوس، الحاجات اللي هي زي كده. تمام، هنبتدي يا جماعه. احنا بنفك الظهريه دي، ماشي، ودي اهي حضراتكم بنفك الايه، قوة الصرف دي زي ما انتم شايفين كده، وبنطلع كده. تمام، بنلاقي بقى طبعا حضراتكم بقى زي ما انتم شايفين في حاجات اهي بتقع اهي. تمام، شايفين ممكن يا جماعه برضو الحاجات ديت بترفع الكاوتشه دي لو في حاجه وقعت تحت هنا. طبعا في حاجات اهي هنطلعها لحضراتكم اهي، ادي مسمار. تمام، طبعا الحاجات دي يا جماعه بتبوظ، بترفع الايه، بترفع عندنا السوسته دي بتبقى عاليه. طيب طالما السوسته دي لو بقت عاليه معانا زي كده، هتبص تلاقي الميه بتنزل من فوق، الميه بتيجي من فوق من هنا، ما عن طريق ايه، الفتحه اللي نازله دي بتنزل هنا. لو في اي حاجه رافعه الشداد ده لفوق، هتبص تلاقي الميه جت من هنا راحت فين، نزلت على الايه، على الحوض بتاع العصر ده، حوض العصر. يبقى احنا كده بنقدر نعالج المشكله بتاعتنا عن طريق الكاوتشه اللي هي دي. بنبتدي ان احنا ننضفها زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. اهو يا جماعه، ثانيه واحده، شايفين مطلعه حتى رواسب. الكاوتشه هي سليمه، لو مقطوعه تمام برضو، لو دي مقطوعه بنبتدي ان احنا نجيب كاوتشه ثانيه بنفكها، بتتفك سهله جدا، وبنركبها ثاني في السوسته دي. تمام، وبنحاول ان احنا نشد السوسته كده اهي زي ما انتم شايفين كده اهي، اهي بنحاول ان احنا نشدها كده. تمام، ونركب الافيس بتاعها ده، لازم يركب ويخش من هنا كده، الفتحه دي لازم يخش، بتركب مظبوط. يبقى احنا كده، لان في حد قبل كده سالنا مره بيقول عندي غساله بتجيب ميه من حوض العصر او حوض الغسيل، تلاقي الميه اللي هنا اتنقلت الاتجاه التاني، ده بيبقى من الكاوتشه يا جماعه. الكاوتشه فيها مشكله، يا اما وقع فيها رواسب او وقع فيها حاجات زي كده. تمام، بنبتدي ان احنا ايه، نفك الحاجات اللي فيها ديت وننضفها كويس، سهله جدا، هي طريقه تنظيفها سهله جدا. طيب برضو لو حد عايز يغير موتور الغساله ده، موتور التنشيف، ان شاء الله النهارده برضو هنزل لكم فيديو تاني ان شاء الله عن الايه، عن تغيير الموتور الغسيل او العصر، وان شاء الله هنفك لكم الغساله، جميع اجزاء الغساله. لو انت حابب ان انت تغيرها، ان شاء الله هنقول لك طريقه التغيير بتاعتها ان شاء الله، تابعونا باذن الله. اهو يا جماعه احنا كده خلصنا وركبنا اهو، بعد ما نضفنا. تمام، بنتاكد ان هي بتطلع، بترد معانا، بتطلع وتيجي اهي. لو عايز طبعا تغسلها طبعا ما فيش مشكله، عايز تحط شويه زيت، نقطه زيت، ما فيش مشكله. اهي يا جماعه العدله بتاعتها اهي، اهي، وتربط، بتربط تاني اهي. طبعا السوسته طبعا عشان هي شديده فبتنطر معاك ايدك، فانت عادي، انت حاول ان انت تركبها على الاخر عشان السن ما يفوتش، عشان السن ما يفوتش. برضو انت ايه، بتجيب اخرها، بس ما بتضغطش الاخر عشان السن مش يتاكل، لان دي طبعا بلاستيك. حضرتك بقى بتيجي تفتح، بتشد الشدان من فوق اهو كده، كده شغال معاك. تمام، هنقفل ونشغل، نتاكد ان هو بيقفل ويشتغل. كده انت عالجت مشكله ان الميه اللي بتيجي من الغسيل بتروح على العصر، كده انت عالجتها وحليت المشكله معاك. تمام، علشان ده في جميع الغسالات النص اوتوماتيك اللي هي الحوضين بالشكل ده كده اهو، حوض الغسيل وحوض الايه، التنشيف. تمام، ودي كانت معلومتي لحضراتكم ان شاء الله النهارده، معلومه ان شاء الله بسيطه. ولو اي حد عايز يسال على اي معلومه او اي حاجه، يتفضل يراسلني ان شاء الله في التعليقات، وجزاكم الله خير. ولو انت حضرتك زي ما انا بدي لك المعلومه بما يرضي الله، محتاج انك تتفاعل مع القناه وتدوس لايك وتشترك في القناه علشان يوصل لك كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.